كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فيما يخص الحالة الوبائية في جهة الشرق لجائحة كوفيد 19، أنه منذ بداية الجائحة الحالة مستقرة، كان هناك بعض الحالات اللي وصلت لحد الآن 177 حالة اللي تسجلت عندنا في الجهة منذ بداية الجائحة كما قلت، ولكن الأغلبية ديالهم غادروا المستشفى، 142 شخص وحالة غادرت المستشفى تعافت وغادرت المستشفى، بقي هناك يلاه 27 حالة اللي كتابع العلاج ديالها في المستشفيات ديالنا، وهذه الحالات كلها حالات يعني سهلة، حالات ما فيهاش خطورة، والأغلبية قاعدين منها راه ما عندهاش كاع الأعراض، أعراض المرض، وتابع كما قلت العلاج ديالها في المستشفيات ديال الجهة. كننتظروا غير التحاليل ديال المخبرية باش تأكدنا باللي صفاو من الفيروس ويخرجوا يمشيو في حالهم. ولكن مع الأسف سجلنا كذلك 8 ديال حالات شفاء في بداية الجائحة، ولحد الآن يعني منذ أسابيع ما تسجلت شي حالة وفاة عفوا بالجهة. كما يجدر الإشارة أنه هذا في إطار هذا المخطط أنه يمكن أن نتابع المخالطين والناس اللي كانوا يعني اون كونتاكت مخالطين ديال هذا المرضى، واللي كنتابعوه لا سريريا، وكنقلبوا لهم الحراره، كنقلبوا لهم واش عنده شي اعراض، ولا كذلك بعض الحالات اللي كتكون يكونوا مخالطين مقربين من الحالات كندير لهم تحاليل مخبريه واللي كلها خرجات سلبيه. كل هذا كله يرجع الفلفيه للناس الرجال والنساء اللي كيسهروا على صحه المواطن الجهه، خاصه الاطر الطبيه والصحيه عامه، لا العسكريه ولا المدنيه، ولكن كذلك السلطات المحليه، السلطات الامنيه، القيم المدنيه، ومن جميع اللي كيساهم في 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 تطويق هذه الحاله، واللي خلات انه الحاله مستقره اليوم. تقريبا هذه اسابيع ما كنشوفوش حالات كثيره بالجهه، ولكن كذلك خصني احنا نشكر كذلك وسائل الاعلام اللي حتى هي كتساهم في اطار التوعيه، ونطلب منهم كذلك مزيد من التوعيه للناس باش الناس يحاولوا يحترموا الحجر الصحي، يحترموا باسكو لانه هذا واجب ديالنا كاملين. خصنا الناس راه كدير مجهود في المستشفيات، كدير مجهود في الطرقات، الامن، الناس، السلطه كيديروا مجهود، خصنا حتى حنا كمواطنين الناس دير مجهود باش تلقى في الدار، تحاول ويكون داك التباعد الاجتماعي، يكون داك ما نكثرش داك ونكثروا النظافه، نظافه الايدي، نظافه الجسد، نظافه البيت، كل هادو حوايج اللي يقدروا يخليونا يعني نواكبوا يعني ونحافظوا على الصحه ديالنا في جهه الشرق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.